بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد امين. زكريا النبي رجل من رجال الله، واحد من أنبياء العهد القديم، واحد من الأنبياء الصغار اللي كانوا في فترة ما بعد السبي والرجوع من السبي البابلي. وزي ما سبق وعرفنا إن عندنا 16 رجل من رجال الله فيهم 11 واحد كانوا في فترة ما قبل السبي البابلي آه بينبهوا الشعب بينادوا بالتوبه، بينادوا بالرجوع، بيحذروهم من السبي، وعرفنا ان عندنا اتنين من رجال الله من الانبياء الكبار كانوا في فتره السبي، وتلاته من رجال الله من الانبياء الصغار كانوا في فتره ما بعد السبي والرجوع من السبي، وهما زكريا وحجي وكمان كان معروف ان الناس دي بتنبه بشده ان الشعب يرجع يلتفت لربنا مرة تانية وللعمل مع ربنا مرة تاني. علشان كده النهاردة بنتقابل مع زكريا من خلال صفر زكريا النبي وزكريا اسم اتكرر كتير في العبرية واتكرر في الكتاب المقدس يمكن اكتر من 30 مرة زكريا في العبرية اسم معناه يهوى يذكر وكان اسم شائع وبيتكرر كتير في الكتاب المقدس زكريا اتولد في أرض السبي البابلي وهو طفل صغير رجع مع جده في أول دفعة من الراجعين من السبي رجع مع الفوج الأول اللي كان راجع بقيادة زربابل من السبي وكان جده واحد من رؤوس العائلات الكهنوتية المعروفين وسط الشعب علشان كده زكريا كان من سبط لاوي لكن لم يذكر لنا شيء عن ابوه ربما يكون مات اثناء العوده من السبي او قبل العوده كمان من السبي لكن زكريا ابتدى النبوه بتاعته في السنه الثانيه لداريوس سنه حوالي 520 قبل الميلاد وكان بيتنبأ زي ما بقول لحضراتكم لما رجعنا من السبي مع الفوج الاول لان كان الشعب مطالب ان هو يبني الهيكل مره تانية لكن بعد الرجوع اتاخر الشعب حوالي 15 سنه كامله ما كانوش فيها بيشتغلوا وبيعملوا من اجل البنى بتاع الهيكل علشان كده في التوقيت ده ربنا أقام وأرسل ليهم أنبياء مرة تانية وأعطاهم نبواته منهم كانوا متلازمين ومتصدقين زكريا ومعاه كمان حجي وكان دورهم ينبهوا الشعب للرجوع والعمل مع ربنا علشان كده الصفر بتاعنا صفر زكريا النبي من ضمن الأصفار اللي تعتبر سند قوي لأي نفس حائرة وعاوزة ترجع مرة تاني لربنا السفر بتاعنا بتاع زكريا النبي في دعوة للعمل مع الله وعدم التراخي لإني كان لما كورش الملك أصدر أمر برجوع الشعب إلى أورشليم الشعب المزبي من المملكة الجنوبية من مملكة يهوذا إن يرجعوا إلى موطنهم الأصلي كانوا راجعين على رجاء إن هم يبنوا الهيكل مرة تانية ويمكن حضراتكم تعرفوا كويس ان الشعب رجع على ثلاث افواج من السبي واول فوج رجع من السبي كان قوامه حوالي خمسين الف مواطن ويعتبروا هم الابطال الاولين لان الابطال دول اللي قرروا ان هم يرجعوا تركوا كل مكان من معيشة واستقرار ليهم في أرض السبي لدرجة أن غالبية اليهود المسبيين استصعبوا جدا أن هم يرجعوا من السبي لأن هم كانوا استقروا على الرغم من أنهم محرومين من العبادة ومحرومين من الهيكل ومحرومين من أن هم يكونوا في أرضهم لكن الكثير منهم في البداية كان مفضل أنه يتبقي في السبي مستقر بحسب الظروف اللي اتولد بعضهم منها فيها واللي الغالبيه منهم اعتادوا عليها لكن لما رجعوا الخمسين الف الاولانيين بقياده زور بابل وكان معاهم يهوشع القائد الكاهن العظيم ورجعوا وابتدوا يفكروا ازاي يبنوا الهيكل قابلتهم مقاومه كبيره من السامريين وظلوا خمستاشر سنه مش بيبنوا الهيكل ودا خلى كمان من جواهم في إحساس إن ربنا مش عاوزهم يبنوا في التوقيت ده، وطبعًا كان إحساس خطأ. علشان كده يجي هنا دور زكريا ويبتدي إنه يشتغل وسط الشعب، ويتنبأ وسط الشعب، ويبتدي ينادي بضرورة عدم توقف البنى، وبضرورة وأهمية إن هم يرجعوا ويشتغلوا مع ربنا مرة تانية. وابتدى يقول وسطهم يكلمهم بالرؤى ويكلمهم كمان عن المسيح علشان كده هنلاقي في التسع إصحاحات الأولى من صفر زكريا يركز على رؤى زكريا النبي اللي كانت تحمل رموز كتيرة في أجزاء كتيرة منها إنما من الإصحاح العاشر لحد النهاية في الإصحاح رقم 14 يركز زكريا على الفكر المسياني وعلى المسيح ويكلمهم على المسيح فليك انك تتخيل ان زكريا النبي يتكلم على البنى ويتكلم على الاعداد ويتكلم على اهميه الارتباط بربنا في حياتهم وطبعا كمان في حياتنا لاجل ان يكون المسيح ساكن في القلوب ويكون المسيح في الوسط فزي ما كلمهم على اعاده بناء الهيكل يبتدي يلفت انتباههم إلى انتظارهم للخلاص اللي إحنا بنتمتع بيه النهاردة عن مجيء المسيح كده يركز جداً زكريا على أفكار مسيانية لدرجة أن الأباء المفسرين يقولون أن صفر زكريا هو الصفر الثاني في الأفكار المسيانية وراء أشعية النبي الصفرين اللي اتكلموا كتير بوضوح عن المسيح هما أشعية وزكريا من الأنبياء الكبار والصغار اللي كانوا موجودين في فترة الرجوع من السبي وفترة كمان ما قبل السبي تعالوا ناخد جولة كده مع بعض النبوات اللي قالها زكريا النبي عن السيد المسيح فنلاقيه في الإصحاح التاسع من صفر زكريا يتكلم على الدخول الانتساري للملك المسيح الى اورشليم فيقول بروح النبوه ابتهجي جدا يا ابنه صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملكك ياتي اليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان زكريا بروح النبوه بيكلمنا على الدخول الانتساري للسيد المسيح الى اورشليم قد ايه كان بياخد عينينا الى المسيح ونلاقيه في موضع تاني كمان في الإصحاح رقم 12 يتكلم على نواح على من طعنوا المسيح وبيتكلم على جراحات وعلى ألام السيد المسيح فيقول في الإصحاح ال 12 آية رقم 10 وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مراره عليه كمن هو في مراره على بكره. زكريا بيتكلم بروح النبوه على الام وعلى جراحات ربنا يسوع المسيح وياخذنا الى عمق اخر ويتكلم على قد ايه الام المسيح كانت ايضا مؤلمه نفسيا فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي ده في زكريا 13 ستة كلم على الألام النفسية كمان اللي اكتزها ربنا يسوع المسيح لأجل الخلاص زكريا خرج بنداء مهم في وقت نبوته وكان بيقول للناس لازم تنتبهوا أني زي ما كل واحد بيهتم بحياته الارضيه لابد ان كمان يهتم بحياته الروحيه وبخلاص نفسه وده ما يكونش الا من خلال وجود هيكل لله في وسطهم في ذلك الوقت وكانه النهارده بيقول لك وبيقول لك وبيقول لنا كلنا يا ترى انت كمان هيكل لله روح ربنا ساكن فيك انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم لكن دوري ودورك ودور كل حد فينا ان يكون باستمرار جدد عمل ربنا في قلبه بيشعل روح ربنا في قلبه لألا يكون هذا سبب لأي نوع من أنواع الألم زكريا خرج ونادى وتحققت كل الأمور والتفاصيل اللي اتكلم فيها بعد كده مع الوقت ونجحوا ان هم ينتبهوا لبناء الهيكل وللعمل مرة تانية تشددوا وتشجعوا واشتغلوا. سفر زكريا كمان طبعا مقسوم الى قسمين، القسم الاول اللي كان بيتكلم فيه على الرؤى يمكن كان معظمه اتكتب في فترات شبابه المبكره، والجزء الثاني اللي اتكلم فيه عن المسيح بروح النبوه اتكتب في شيخوخته بعد كده، ولما نحب نقسم سفر زكريا الى اقسام يتقسم الى ثلاث اجزاء، الجزء الاولاني ايات واصحاحات تبتدي من الآية الأولى في الإصحاح الأول لحد نهاية الإصحاح السادس يتكلم فيهم على رؤى زكريا وعددهم تسع رؤى، وبعد كده الإصحاح السابع والثامن يتكلم على الصوم، فكان هناك تساؤلات عن الصوم بيتكلم عنها زكريا لأنه عاوز يقول النفس التي ستعمل مع الله لازم تهيأ نفسها روحيا وده يكون من خلال الصوم، ثم الإصحاحات من رقم تسعة لحد الإصحاح الأربعتاشر يتكلم على شعب بني إسرائيل المنتظر المسيا يتكلم على أفكار ونبوات عن مجيء المسيح وعن عمل المسيح الخلاصي وعن ألامه فزكريا ينبه وينبهنا النهاردة إن كل واحد فينا عليه دور عليه دور إن يبني يبني في حياته بجهاد قوي وبجهاد روحي حياة أبدية لاجل ملكوت الله لربنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين